في إطار الاحتفالات بثورة 30 من يونيو، تشارك عشرات المراكز التجارية وأكثر من 1800 مطعم وكيان صناعي ضمن المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير سلعها بأسعار مخفضة. المزيد وزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من القاهرة وبالأخص من منطقة التجمع الخامس ينقل لنا أجواء الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو. أحمد أهلا بيك، وما هي الأجواء لديك؟ نعم، في البداية أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو المجيدة. هذه الثورة التي نعلمها ونذكرها جيلا بعد جيل، وكل هذه الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة. أنا هنا أغطي جانبا من جوانب والمظاهر الاحتفالية بهذه الذكرى العاشرة. أنا موجود في أحد المراكز التجارية، نغطي فعالية كلنا واحد التي أطلقتها الدولة في المرحلة 23. نتحدث عن فعالية شاركت فيها نحو 60 مركزا تجاريا، بالإضافة إلى أكثر أو نحو 2000 من الكيانات الصناعية ضمن المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع العديد من السلاسل التجارية. هناك الكثير والعديد من التخفيضات التي يتم أو تم إطلاقها وأعلنت عنها وزارة الداخلية ضمن هذه المبادرة كلنا واحد التي تستمر اليوم الجمعة في الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو. هناك العديد أو إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من هذه الخصومات الكبيرة التي تقدمها هذه السلاسل التجارية وهذه المراكز التجارية. أنا موجودة الآن في أحد هذه المراكز التجارية في القاهرة الجديدة أو في منطقة التجمع الخامس، حيث هناك أيضا خارج هذا المركز التجاري مظاهر احتفالية من أغاني وطنية وتجمع كبير من المواطنين الذين جاءوا خصيصا للاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو في ذكراها العاشرة، وأيضا الاستفادة من هذه الخصومات الكبيرة التي تقدمها هذه السلاسل والمحال التجارية في ذكرى هذه الثورة المجيدة. وبالتالي نحن ننقل لكم هذه المظاهر وهذا جانب من جوانب مظاهر الاحتفالية هنا في منطقة التجمع الخامس. وأيضا هناك العديد من السلاسل التجارية التي قمنا بالتجول فيها والمناطق الصناعية أيضا في منطقة القاهرة الجديدة التي قمنا بالتجول فيها ورصدنا فيها العديد من المظاهر الاحتفالية بهذه الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو. ومن المنتظر أيضا مساء اليوم أن يزداد الإقبال من المواطنين على هذه الاحتفالات وهذه المظاهر الاحتفالية، وأيضا هناك استعدادات كبيرة من كافة القائمين على هذه الاحتفالات وعلى السلاسل والمراكز التجارية للاستفادة من هذه الخصومات وإحياء الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو. إليكم زملائي في الاستوديو، ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير وشعب مصر العظيم بخير دائما. أشكرك جزيل الشكر الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من القاهرة.